هذه الفقرة شريف بصبح عليك، وأكيد أخبار كثيرة جدا عندك عن الإسماعيلية وأيضا طموحات الفريق هذا الموسم في الدوري وأيضا ردود أفعال الخسارة في مباراة الكاس امبارح. صباح الخير عليك الزميل العزيز محمد غانم، صباح الخير يا فرح. يمكن يا غانم كنا من حوالي 3 شهور كنا بنتكلم في او يعني على مدار طبعا الحلقات الماضيه وباستمرار ملف النادي الاسماعيلي ملف مهم جدا، وكان ايضا من داخل استاد اسماعيليه. النهارده بقى من داخل استاد اسماعيليه الوضع مختلف تماما يا غانم ويا فرح، يعني الاجواء في الاسماعيليه اصبحت اكثر ايجابيه خلال المرحله الماضيه ما بعد الانتفاض اللي شهدها النادي الاسماعيلي خلال الفتره السابقه تحت قياده الجهاز الفني بقياده الكابتن حمزه الجمل، واحد بالتاكيد من ابناء النادي الاسماعيلي وكامل افراد جهازه المعاون اللي قدروا ان هم يخرجوا بالنادي الاسماعيلي ويوصلوا به الى بر الامان خلال المرحله السابقه، خاصه مع سلسله من الانتصارات المتتاليه في بطولة الدوري العام، حطت نادي الإسماعيلي في مكان مش هنقول طبعا ده أيضا مكان أو مركز نادي الإسماعيلي، ولكن حطته في الدائرة طبعا من الإطمئنان، خاصة ما بعد الفوز الأخير على الملعب ده على حساب فريق الاتحاد في بطولة الدوري العام. كل الحاجات دي يا غانم ويا فرح يعني مثلت يعني طاقة إيجابية جدا عند كامل أطراف المنظومة، خاصة طبعا جماهير النادي الإسماعيلي اللي كانت داعم قوي ومؤثر جدا خلال الفترة الماضية. خلاص النادي الإسماعيلي خرج دائرة طبعا اللي كان بالصراع على البقاء في الدوري العام وأصبح في وضع الطمأنينة. كمان قبل ما نخش بقى في أجواء النادي الإسماعيلي والأخبار الكتيرة اللي بخصوص النادي الإسماعيلي، بنتكلم عن مباراة الأمس، يمكن غانم هاخد من تصريحات المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي الزمالك مستر فييرا اللي اكد فيها ان النادي الاسماعيلي من افضل الفرق اللي لعبها خلال الموسم الحالي من خلال اداء النادي الاسماعيلي في مباراه الامس. في حاله ردود الافعال بقى في الاسماعيليه ولدى الجهاز الفني، في حاله من الرضا عند جماهير النادي الاسماعيلي على طبعا الاداء المشرف اللي قدمه النادي الاسماعيلي طوال ال 90 دقيقه من زمن المباراه امام فريق قوي طبعا بالتاكيد متصدر بطولة الدوري العام حتى الآن والبطل نادي الزمالك حتى الآن. حالة كبيرة من الرضا لدى جماهير النادي الإسماعيلي. أيضا كابتن حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي في تصريحات لينا يعني راضي تماما عن الأداء بنسبة تتجاوز 90%، قال إن الإسماعيلي بالتأكيد كان أقرب للفوز بالمباراة، قال إن المباراة الأمس بالتحديد كانت مباراة فيها ارتياحية من كل الاتجاهات لأن الإسماعيلي كان بيلعب وهو ما فيش أي ضغوط عليه، ما بيفكرش خلاص في موقفه في الدوري العام وإن هو يهرب من دوامة الهبوط، لا مباراة الأمس كان ما فيهاش أي ضغوط على الإسماعيلي، وبالتالي أظهر لاعبي النادي الإسماعيلي إمكانياتهم الحقيقية في مباراة الأمس أو حتى كمان في المباريات اللي قبل كده. عايز أقول لك كمان يا غانم يعني فيما يخص مباراة الزمالك خلاص مباراة وانتهت بالنسبة للنادي الإسماعيلي وجهازه الفني، وكان الخروج من بطولة كأس مصر اللي بالتأكيد يعني كان في رغبة للاستمرارية فيها بشكل طبعا والوصول لمرحلة أبعد، ولكن خلاص شاءت دور الإسماعيلي خارج بطولة الكأس مصر. هو موسم يعني هنقول بالنسبة للنادي الإسماعيلي. اتفضلي يا فرح. عايزين نسألك في الجزئية اللي بتحكي فيها الاستقرار اللي حدث للنادي الإسماعيلي، بالتأكيد ليه كلام كتير جدا مع الجهاز الفني خلال الفترة اللي فاتت، الحالة بقى اللي بتتكلم عليها من أول ما كنا بنتكلم معاك وبنتحدث معاك على كل الأمور اللي كان فيها عدم استقرار وكان فيها كبوة كبيرة جدا مر بيها نادي الإسماعيلي خلال الفترة اللي فاتت، إيه الجديد؟ إيه اللي حصل؟ الاستقرار ده جه منين؟ المشكلة كانت فين؟ يعني اللعيبة هم نفس اللعيبة ونفس السكواد ونفس اللعيبة اللي كانت موجودة، بل بالعكس يعني يمكن الصفقات اللي تم ابرامها لنادي الاسماعيلي ما كانتش ناجحه، في البعض منهم رحل. عايزين نعرف منك ايه الاختلاف اللي قدر يحققه الجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن حمزه الجمل ومعاه طبعا الكابتن حسني عبد ربه، ايه الاستقرار يعني جه منين؟ وحمص كمان. والله يا فرح يعني سؤال مهم جدا جدا، وانت كمان اتذكر جيدا يعني كان سؤالك كنت قبل كده بتقولي هي المشكله فين؟ صحيح. دلوقتي المشكله اتحلت ازاي وبنفس العناصر؟ كان الاستقرار يا فرح كلمه مهمه جدا جدا جدا. وكان ليكي سؤال ليا دايما باستمرار تغيير الاجهزه الفنيه، احنا كنا بنتابع المشهد في النادي الاسماعيلي مش بس السنه دي يا فرح يعني كمان والسنه اللي فاتت واللي قبلها، الاجهزه الفنيه يعني كان الاسماعيلي بيعمل ارقام قياسيه في تغيير الاجهزه الفنيه، يعني كان ممكن الموسم الواحد ب7 و8 مدربين بيتغيروا على مدار الموسم، كل 4 أو 5 أسابيع بتلاقي مدير فني بيتغير. طبعا البعد الاولاني طبعا هو الاستقرار على الجهاز الفني ومنحه كل الصلاحيات ومنحه الثقه التامه ان هو الجهاز مكمل الى ما لا نهايه. البعد ده كان بعد مهم جدا جدا ان انت تستقر على جهاز فني. النهارده انت بتتكلمي في ان الكابتن حمزه الجمل عدد مبارياته مع النادي الاهلي يعني تتجاوز خلاص ال 13 او ال 14 مباراه في بطوله الدوري او الرابطه او حتى كاس مصر مباراه الزمالك، فده رقم هو رقم طبيعي 14 مباراه او 15 مباراه لاي مدير فني، ولكن في نادي الاسماعيلي مش طبيعي بحكم ان الاسماعيلي كان بيغير دايما
باستمرار، وده بحكم حاجات معينه كانت بتحصل من ضغوط في بعض الاحيان، ضغوط جماهيريه، ضغوط يعني كان في تفاصيل كتيره. ولكن مجلس اداره النادي الاسماعيلي بصراحه برئاسه المهندس يحيى الكومي، يعني الفتره اللي فاتت مرحله عمل الكل في الاسماعيليه الوضع كان صعب جدا يا فرح. يعني لو كنا بنتكلم من شهر ونص الامور في الاسماعيليه كانت مختلفه تماما. صحيح. الكل حاطط ايده بقى خلاص، لا الاسماعيليه في مرحله الخطر، الكل عمل، العمل كان على قدم وساق، توفير طبعا الدوافع وتوفير المكافئات باستمرار ومضاعفه المكافئات، تحفيز للاعبين والجهاز الفني ومنافسات مستمره. زي ما انت قلت يا فرح، جهاز فني بيتولى المهمه حاليا، جهاز فني من ابناء النادي الاسماعيلي، ودايما ابناء النادي الاسماعيلي بيظهروا في التوقيتات الاصعب، بيجوا في الظروف الاصعب. فالجهاز الفني طبعا زي ما غانم كان بيكمل معاك وبيقول، كابتن حمزه الجمل مدير فني، كابتن محمد حمص مدرب عام، كابتن احمد قناوي مدرب عام، كابتن سيد توفيق مدرب حراس، كابتن ايمن كمال مدرب، كابتن حسني عبد ربه مدير كره، جهاز الطبي والاداري. الجهاز ده فرح اللي بكلمك عليه كله من ابناء محافظه الاسماعيليه، واللي حققوا كمان الاسماعيلي في تاريخه خد 6 بطولات. الجهاز ده حققوا بطولات مع النادي الاسماعيلي، يعني واحد زي كابتن حمزه الجمل بطولتين، بطوله دوري وبطوله لاعب طبعا. كابتن حمص، كابتن ايمن كمال، كابتن سيد توفيق، المجموعه اعتقد الروح دي فرق كتير قوي، اجواء البطولات والفرحه مع النادي الاسماعيلي وهم لعيبه. طيب بالظبط شريف، خليني بقى اروح جدا يا فرح، الروح فرقت جامد جدا وتكاتف كل الاطراف. يعني انا اسميك انت القلب النابض يعني في الاسماعيليه، واللي دايما بتنقل او بتبقى حاله الوصل ما بين اللاعبين ومجلس الاداره وردود افعال الجماهير، يعني بحكم ان انت طبعا متواجد على طول في الاسماعيليه وبتتكلم مع الجماهير. وهروح لجزئيه، يعني امبارح كابتن سيف طبعا تناولها مع الكباتن حازم امام والكابتن محمد صلاح ابو جريشه في الاستوديو التحليلي، لما اتكلم على وماذا بعد عمليه البناء للموسم القادم، وسالت تحديدا كابتن محمد صلاح ابو جريشه، قال له الدفع بالناشئين، قال له موجود لعيبه ناشئين، قال له بس لازم يطلعوا يلاقوا في فرقه واقفه على رجليها. الكلام دلوقتي وبعض التصريحات على وجود عروض رسميه لعبد الرحمن مجدي، وتصريحات على لسان المهندس يحيى الكومي ان اللي عايز عبد الرحمن مجدي عليه دفع 100 مليون جنيه مصري. هل الكلام ده صحيح؟ وهل بالفعل لو جه عرض مناسب للنادي الاسماعيلي هل ممكن يفرطه في عبد الرحمن مجدي زي ما تم التفريط قبل كده في محمد صادق لنادي بيراميدز وبعض من اللاعبين الجيدين اللي كانوا في النادي الاسماعيلي؟ عايز اعرف منك البناء للموسم القادم والعروض وحقيقه العروض للاعبين. طبعا غانم، من ملف العروض لعيبه النادي الاسماعيلي، في لعيبه في النادي الاسماعيلي ولاعيبه كبار ومهمه واسماء وعندهم عروض، مش بس عبد الرحمن مجدي وكمان باهر المحمدي، وايضا على فترات بتظهر بعض العروض لاحمد مدبولي. يعني عايز اقول لك بالتاكيد في عروض لعيبه النادي الاسماعيلي، ولكن ماذا بعد؟ يمكن المشهد واحنا بنتابعه في النادي الاسماعيلي في الفتره الماضيه، فالبعض بيقول لا، ما الاسماعيلي في لعيبه كويسه وفرقه كويسه محتاجه بعض التدعيمات البسيطه بس والحفاظ على قوام الاساسي للفريق ويقدر ان هو يظهر بشكل مشرف في الموسم الجديد. ولكن يا غانم عايز اكد لك برضو ان في ازمه مهمه او ازمه كبيره جدا داخل النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي القيد بالنسبه له موقوف في مرحله القيد 3 فترات، يعني الصيف اللي جاي، فتره الانتقالات اللي جايه القيد موقوف، الشتويه كمان في الموسم الحالي القيد موقوف، الصيفيه في الموسم اللي بعد الجاي موقوف. 3 فترات ايقاف للنادي الاسماعيلي بسبب ازمه مستحقات، زي ما فرح كانت بتتكلم ان في لعيبه بتيجي النادي الاسماعيلي محترفين واجانب، بس الباشمهندس يحيى الكومي كان وعد، كان في اسعد الجزيري مع وعد بحل الازمه دي بتاعت اسعد الجزيري. هل ما فيش اي جديد في الجزئيه دي ولا خلاص وقف القيد تم حسمه يا شريف؟ لا طبعا، هو الحل لو في حل حلول فالقيد خلاص، هي النادي الاسماعيلي هيحق ليه ان هو يأيد لعيبه، خاصه كمان النادي الاسماعيلي عمل صفقات للموسم الجديد والتعاقد مع بعض اللاعبين، 2 لعيبه طبعا محترفين. ولكن والمهندس يحيى الكومي بالفعل بيسعى لحل هذه الازمه. ولكن يا فرح عايز اكلمك في بعد مهم جدا، هيحل الازمه ازاي وهو المشكله الماديه كمان جوه النادي الاسماعيلي مشكله كبيره جدا جدا، مش بس كمان فلوس متاخره لاسعد الجزيري والشكوى اللي عملها في الفيفا، لا كمان احنا نرجع بالمشهد كده نفتكر في توقيت معين النادي الاسماعيلي يعني كان دايما باستمرار ان هو مهدد بخصم او هيتخصم منه 6 نقط بسبب ازمه ابراهيم حسن وفلوس المستحقات لنادي النجوم. الازمه دي ايضا لسه ما اتحلتش، فانت بتتكلمي وشلونجو رافع دعوه في الفيفا اكتر من لعيب، فدلوقتي اصبحت مجموعه من التراكمات الماليه على النادي الاسماعيلي في الفيفا ادت للمشهد الحالي، اكتر من 55 مليون جنيه او 60 مليون جنيه النادي الاسماعيلي مطالب لسدادهم بقى عشان يحل ازماته السابقه اللي كانت في فترات ايضا من مجالس سابقه. فالمشهد دلوقتي انت بتقفي عنده، فبيبدا المجلس يفكر طب ايه الحلول، احنا لازم الحلول، هيبقى في دعم من الاداره نفسها والمجلس الحكومي وان هو يدعم ماديا، وتابعنا المشهد ده بالنسبه له ودعم 7 مليون جنيه، ولكن الرقم كبير، فبالتالي انت بتبداي تبصي على العناصر اللي عندك في الفرقه. ايه الحل؟ ان احنا مثلا كمجلس اداره او البعض مجلس الاداره ان احنا نبيع لاعب او نبيع 2 ونحل الازمه مع عمل
مهمات ووضع استراتيجيه بقى واستقطاب لاعبين على مستوى مميز، فبالتالي المعادله صعبه بصراحه، المعادله طبعاً صعبه. طبعا دي الازمه اللي دايما بيمر بيها النادي الاسماعيلي يا شريف، عشان نبقى واضحين يعني اللي بيتفرج علينا دلوقتي هيقول ما هي دي الازمه المتكرره، ان النادي الاسماعيلي بيكون عنده ازمه ماديه بيضطر ان هو يفرط في لعيبته الاساسيين، الازمه بتتفاقم وبنتائج ما بتبقاش جيده، ففعلا هو يمكن مجلس الاداره يعني ممكن يكون في حيره زي ما انت بتقول، واعتقد يعني بنتمنى انه الازمه الماديه دي تتحل علشان يفضل النادي الاسماعيلي محافظ على القوام الاساسي وبيدعم بس بصفقات قليله خلال المواسم القادمه. اكيد يا فرح، يمكن ده مشهد متكرر، ولكن الجديد فيه بقى كان دايما بيتكرر، بنتكلم ان اللعيبه عندها مستحقات متاخره، ان اللعيبه، لكن الجديد في المشهد ان انت موقف لك القيد، يعني انت مش هتعمل صفقات في اي مرحله لمده 3 فترات قيد، فبالتالي الوضع ده مستجد، ده ما حصلش قبل كده في النادي الاسماعيلي من سنه، فانت اصبحت في المعادله دلوقتي، انت بتتكلم النهارده 16/8، فالايام خلاص يعني انت المفروض بتستعد للموسم الجديد بكل تفاصيله طبعاً. بدات ان انت تستعد، خاصه ان خلاص الموسم الحالي النادي الاسماعيلي 36 نقطه، عنده 5 مباريات امام المصري، الاهلي، الجيش، انبي الشرقيه الدخان، 5 مباريات ب 15 نقطة، الهدف من الجهاز الفني الحالي بكابتن حمزة الجمل تجميع أكبر قدر من النقاط لمواصلة تحسين وضع الفريق في جدول الدوري العام خلال الموسم الحالي. فيما يخص الجهاز الفني كمان، يمكن زي ما أنت كنت بتقولي يا فرح ويا غانم، الجهاز الفني قدم مردود أكثر من رائع، مجموعة من طبعا العروض المتميزة كمان مش بنقاط فقط، وهو ما أدى لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الفترة اللي جاية، يعني هيبقى المفترض يكون في جلسة مع الجهاز الفني لوضع استراتيجية تعامل للمرحلة اللي جاية وتجديد التعاقد معاهم، لان تعاقدهم بينتهي بنهايه الموسم الحالي 31 اغسطس من الشهر الحالي. بنتمنى كل التوفيق يا شريف باذن الله، في نيه بالتاكيد للابقاء وده موجود باذن الله يا شريف، بنتمنى كل التوفيق لفريق الاسماعيلي ويكون في استقرار طبعا، ويكون ان شاء الله كده يعني في حلول لمجلس الاداره على استقرار الاوضاع داخل النادي الاسماعيلي، ونسمع كل جديد وكل خير باذن الله عن محافظه الاسماعيليه كلها ويعني الفريق بشكل عام. وشفنا طبعا المدير الفني لنادي الزمالك مستر فيريرا بالامس بيشيد باداء الاسماعيلي، ده معناه ان بقى في خلاص استقرار، ان شاء الله يكون في حفاظ على المنظومه دي كلها. تحياتنا ليك شريفنا زميلنا العزيز شريف عادل ملك شريفنا العزيز من الاسماعيليه، تحياتنا ليك ودايما بنسعد بوجودك معانا يا شريف، تطلعنا على اخر التفاصيل الخاصه بالفريق.